فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص من الله عليه بالاستقامة وهو متزوج، ولكن زوجته ترفض. شخص من الله عليه بالاستقامة وهو متزوج، ولكن زوجته ترفض مظهره السلفي، يقول: من لحية وثوب قصير، وعندما أمرها بترك العمل المختلط وعدم الذهاب للحفلات التي فيها غناء رفضت، وقد صبر عليها وناصحها. سؤاله: ما نصيحتكم في ذلك، علما بأنه ليس لي منها أولاد؟ نعم، الحمد لله ما لك منها أولاد، هذه إذا لم تمتثل ففارقها والتمس غيرها. نعم.